علق الناشط الكويتي يعقوب بوشهري على قضية اتهام بغسيل الأموال التي لاحقته منذ أسابيع وانتهت إلى قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر إلى جانب مجموعة من أبرز مشاهير الكويت. وقال بوشهري وفق مقطع فيديو متداول إن قرار تحويل قضية اتهامه إلى القضاء أسعده لكونه قرارا جيدا يبعده عن الشبهات والاتهامات ويكشف عن الحقيقة، وأن الحجز على أمواله هو حجز تحفظي يمنعه من التصرف بها فقط. وأوضح أن القضاء الكويتي سينصفه ويأخذ حقه، وأن وثيقة البراءة من القضاء تعنيه أكثر من حديث المتابعين والمشككين بنزاهته، مبينا أنه يسعى للحصول على إثبات براءته قضائيا من أجل الارتباط بإحدى الفتيات. وتابع عائلة الفتاة التي ينوي الارتباط بها يرفضون اقترانه بابنتهم بسبب الاتهامات التي لاحقته مؤخرا، وأن وثيقة البراءة ستكون سندا له عند عائلة الفتاة للموافقة عليه. ويأتي تعليق بوشهري الذي ورد اسمه بقائمة المتهمين تزامنا مع تعليقات مشاهير آخرين وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين بغسيل الأموال والذين صدر بحقهم قرار منع السفر والتحفظ على أموالهم. انا جدا سعيد بالخطوة اللي صارت، وهذا شيء وايد مفيد وايد زين حقنا كيعقوب بوشهري. بتقولي ليش؟ بقول لك لانه خلاص انا لا قاعد شبدي، فلان يقول وفلان يقول وفلان يحكي وفلان يحكي، وهذا يقعد يبطل حلجه وهذه تقعد تبطل حلجه، زين ليه متى؟ فالشيء الحلو اللي صار انه تم تحويل كل القضيه كامله الى القضاء، فلما تروح حق القضاء، القضاء هو اللي يفصل في هذا الشيء. اذا كنت غلطان اتوقع ما راح يمديني اشوف كومنتاتكم، واذا كنت على حق بكون قاعد وحاط له ورقه وماخذ صك من المحكمه في البراءه. اليوم الوضع اللي صار ما صادروا، في ناس مو فاهمه، هو حجز تحفظي، يعني كل اغراضك عندك بس ممنوع تتصرف فيهم، ممنوع تبيع، ممنوع تشتري، ممنوع تحول فلوس، يعني ممنوع تتحكم باي شيء عندك لين يصدر فيك حكم، وهذا شيء وايد يسعدني، وايد راح يريحني. انا اليوم بدل لا اخذ صك براءة من حكي ناس ولا فلان وعلان، لا لا لا، انا اليوم اخذه من القضاء، القضاء الكويتي، لا انا ولا انت ولا اللي اكبر منك ولا اللي اكبر مني يقدر يشكك فيه، غير كذي ما راح اتكلم. والحياة ماشية والامور طبيعية، وراح تشوفني طالع سناب واسوي لك دعاية واموري بخير، فلا احد يستعجل ويقطع شوي ويحاسب عليها بعدين. تو الناس يبوا اذا صادوني صار فيني شيء، اذا قالوا متهم خلاص راح اطلع عطى، لانه ما عندي انترنت اشوفك. لكن الحين لا، اهدوا، وانا اقول حق الناس اللي تحبني لا تحاتون، الامور بخير فضل رب العالمين. والله العظيم يقول لك شنو، واثق الخطوه يمشي ملكا، وفضل رب العالمين انا ماشي ملكا. سلام عليكم. وفي شغله بقول لكم اياها، والله العظيم ان انا هذه الورقه والحكم راح يسعدني، راح يسعدني، راح يسعدني. بتقولي ليش؟ بقول لك انا كل الناس مو هاميني، همتني انسانه واحده، طبعا غير والدتي، ها، همتني انسانه واحده، هذه انا ودي ارتبط فيها، ولكن انا ادري اهلها مو راضين بسبه الحكي اللي قاعد ينقال، وما الومهم صراحه. انا لو واحد بيع حق اختي ولا بيع حق بنتي بقول لها يا بنت الحلال هذا الحكي عليه زايد، تكفين يا اخري عنه. زين اليوم انا لما يخلص هذا كله واخذ معاي هالصك هذا من القاضي ان شاء الله ان انا ما علي شيء، واروح ذيك الساعة. وسبق ان ظهر بوشهري قبل ايام عدة بمقطع اخر طالب فيه المتابعين بعدم الزج باسمه في قضية غسيل الاموال، متوعدا بملاحقة كل من يتهمه او يزج اسمه في هذه القضايا عن طريق القضاء. وضمت قائمة المتهمين بغسيل الاموال اضافة الى بوشهري 9 مشاهير اخرين، اضافة الى شركة بوتيكات تم اتهامهم جميعا بغسيل العشرات الملايين بعد تقديم وحدة التحرية المالية شكوى ضدهم بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وفي وقت سابق قالت صحيفة كويتية إن قيمة الأموال التي تم حجزها بحسابات المشاهير تتجاوز 150 مليون دينار كويتي.